بسم الله الرحمن الرحيم وبها نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا عن تفسير حلم وضع المكياج للعزباء والمتزوجة والحامل والمطلقة والرجل في المنام، وأدوات المكياج بترمز أو بتدل على الخداع والنفاق وتزييف الأمور. كلما زاد المكياج في الحلم فإنه يدل على النفاق الذي يظهره الشخص لغيره، إلا إنه عكس ما يبدو عليه أمام الجميع. بيعد تفسير حلم وضع المكياج على الوجه بشكل مبالغ فيه لصاحب الحلم بواسطة شخص آخر إن ذلك الشخص يتعامل بسوء خلق مع الناس ولا يجيد التصرف في الأمور، وليس هذا فحسب بل توجد العديد من التفسيرات الأخرى. مثلا وإحنا قلنا رؤية الشخص يضع مكياج على الوجه في المنام قد بيدل على معاناته من مرض نفسي وتطلع إلى التعافي منه عن طريق تغيير حياته. بيشير ذلك الحلم أيضا إلى إن صاحب الحلم يخفي شيئا عن الناس، وفي بعض الأحيان بيفسر على إنه منافق وكذاب ومخادع، وذلك يظهر في تغييره لوجهه الحقيقي. وكل تفسير منهما بيقول حسب ما يفعله صاحب الحلم في الحقيقة. كما ان تفسير حلم وضع المكياج على الوجه بيدل على الحزن الذي يعيشه صاحب الحلم نظرا لما يحدث من تغيير للون الوجه، وكذلك بيشير الى الفراق بين الزوجين. تفسير حلم وضع المكياج للعزباء، اجمع كبار المفسرين على ان رؤية وضع المكياج للعزباء بيدل على الخير القادم لصاحبة الحلم بانها ستتزوج او يتم التقدم لخطبتها قريبا، بينما ازالة المكياج في الحلم ومسحه من الوجه يشير الى النجاة من المصائب والمشاكل. وعلى الرغم من ذلك الا ان تفسير حلم وضع المكياج للعزباء بيشير الى العديد من المعاني الأخرى بيتم تأويلها على حسب الرؤية، فإذا غير شكلها إلى الأسوأ فإن ذلك بيدل على نفاقها وخداعها للناس، وقد يشير إلى أنها تحسد وتغار كثيرا من أصدقائها. بينما إذا قامت الفتاة العزباء بوضع المكياج الخاص بها بشكل مبالغ فيه فإنه بيدل على أنها تشعر بالحرمان أو بعدم اهتمام الآخرين بها، وأيضا بتتميز بالطلاقة في الكلام بأسلوب حسن مع الآخرين. أما في حالة حلم الفتاة العزباء بأنها تحب شراء المكياج من المتاجر، فذلك بيشير إلى زواجها من رجل غني يساعدها على شراء كافة الاحتياجات والتي تطلبها، الأمر الذي يفسره البعض بالخير وربح الكثير من الأموال. أما رؤية وضع المكياج للمرأة المتزوجة فإن هذه الرؤية أيضا بتدل على الكذب والخداع، وبيشير في أوقات أخرى إلى عدم استقرار الحياة أو حياة صاحبة الحلم العاطفية أو الزوجية. في حالة وضع صاحبة الحلم للمكياج الخاص بها في المنام بشكل سيء وغير منظم فإن ذلك بيدل على معاملتها مع زوجها وأهلها وأقاربها بصورة سيئة، أو محاولتها الدائمة لإخفاء عمرها الحقيقي أمام الناس أو الاختباء من عيوبها بتعمد عدم إظهارها. كمان هنا وضع المكياج في المنام للسيدة المتزوجة على رغبتها الشديدة بالظهور بصورة حسنة دائما، بالإضافة إلى عدم ثقتها في جمالها ومظهرها. بينما من الجوانب الإيجابية لهذا الحلم الغريب وجود حالة من الحب والمودة المتبادلة بينها وبين زوجها. أما بالنسبة لتفسير رؤية المكياج للمرأة الحامل، رؤية حلم المكياج للسيدة الحامل على وجهها بيدل على التوتر والقلق الشديد بسبب الحمل. وتفسير حلم وضع المكياج للرجل في المنام من الأمور الغير محمودة بشكل عام إلا في بعض التفسيرات القليلة منها، وذلك لأن المكياج من أدوات الزينة للمرأة. وبنقول هنا أن تفسير وضع المكياج للرجل داخل الحلم قد يدل على أن الرجل يتمتع بالسيرة الطيبة التي يعيش بها وسط جميع الناس دون محاولة إظهارها بشكل فيه رياء أو نفاق، إلا أنه في حالة رؤية الرجل يضع المكياج بشكل مبالغ فيه فإن ذلك الأمر هو الأكثر قلقا. فإذا كان هذا الرجل رئيس في عمل أو صاحب شركة فإن هذا يدل على معاملته القاسية لعماله وموظفيه، لذلك قد يتلقى الغدر منهم في أي وقت ممكن. بينما رؤية الرجل حريص على شراء المكياج في المنام فإن ذلك يعد شيئا إيجابيا لزوجته بأنه سيقوم بشراء ما تحتاجه من أدوات للتزيين بها، وبالتالي فإنه أمر جيد لها أيضا بأن سيراها في أفضل صورة ممكنة. أما وضع المكياج في منام المرأة المطلقة، في حالة كان الحلم عبارة عن وضع المكياج للمطلقة وكانت أمام زوجها السابق بيدل على رجوعها رجوعه لها مرة أخرى،
بيدل حلم وضع المكياج للمطلقة بشكل جميل وجذاب على إن هذه المطلقة سوف يقترب منها الرزق والفرج والسرور، وإنها سوف تنعم في الحياة بمقدار عالي من الرفاهية. بتدل وضع المكياج للمطلقة في المنام وكانت سعيدة على إنها سوف تتزوج من شخص ميسور الحال وصالح في الخلق، وإنه سوف يكون طيب المعشر معها. في حالة رأت المطلقة بأنها تضع المكياج في المنام وكانت غير سعيدة، دل ذلك على أنها سوف تجبر على قبول زواج سيء، ومن الممكن ألا تكون قادرة على العيش معه. الحلم بوضع المكياج للمطلقة قد يكون دلالة على أن الناس من حولها منافقون. إذا رأت المرأة المتزوجة في المنام أنها تضع أحمر الشفاه، فهذه الرؤية بتشير إلى أن هذه المرأة ستتمكن من التخلص من المشاكل في الفترة المقبلة. أما إذا رأت المرأة المتزوجة أيضا في المنام أنها تضع أحمر الشفاه لزوجها، فهذا يدل على وجود خلاف كبير بينها، لكنها ستكون قادرة على إنهائه وتجاهله. طيب، لكن عندما تحلم امرأة متزوجة أنها تضع أحمر الشفاه ولكن بشكل غير منظم وغير لائق، فهذه علامة على أن هذه المرأة ستقع في الكثير من المتاعب. أما إذا رأت الفتاة العزباء أنها تضع أحمر الشفاه، فهذا يدل على نرجسية هذه الفتاة تجاه نفسها وإعجابها بمظهرها. وإذا رأت الفتاة أنها تضع أحمر الشفاه بشكل غير لائق، فهذا يدل على أنها تسعى دائما لتغيير حياتها للأفضل. لكن عندما ترى أنها تضع أحمر الشفاه بالطريقة الصحيحة، فهذا يشير إلى أن هذه الفتاة لديها القدرة على اتخاذ القرارات بحكمة. بتدل أدوات التجميل في الحلم على الأصدقاء والأقارب الذين يساعدونك في التغلب على الصعوبات والمشاكل في الحياة. بتشير الأدوات التجميلية أيضا إلى الأشخاص المقربين الذين يرفعون معنوياتك ويساعدونك ماديا ومعنويا. أما إذا رأى الرجل في حلمه أنه يضع الكحل، فهذه الرؤية دليل على البصيرة الواضحة والقدرة على تحقيق الأهداف في الحياة، وهذه الرؤية تدل أيضا على السعادة في الحياة. وإن النظر إلى المكياج في حلم شاب غير متزوج سيكون دليل على المواعدة، ولكن إن كان بطريقة مبالغ فيها فهو دليل على الخداع في حياة هذا الشاب. أما إذا رأى شخص في المنام أن يضع مكياجا أمام المرآة، فهذا يدل على أنه يريد إخفاء بعض الأشياء. بتشير نفس الرؤية السابقة إلى أن هذا الشخص لا يتمتع بالثقة كافية بالنفس، لأنه يحاول دائما تغيير نفسه ليكون دائما الأفضل. والمبالغة في وضع المكياج من قبل الرجل دليل على أن الرؤية يحاول خداع الناس من حوله، ويعامل الناس معاملة سيئة، ويحاول تجميل نفسه أمامهم. وأن إزالة المكياج ومحوه دليل على معاناة الرجل من مشاكل كثيرة في الحياة، وهذا المنظر قد يدل على الفراق بين الرجل وزوجته. وتعد رؤية وضع روج الأحمر للفتاة دليل على محاولتها للفت انتباه شخص ما، لكن إذا لم تستطع فهذا يشير إلى فشل في تحقيق الأهداف. أما مسك أحمر الشفاه دون استعماله فهو مشهد مزعج، ويدل على عدم القدرة على التعامل مع الأمور في الحياة، أو الناس تواجه معوقات كثيرة في الزواج. أما بتعد رؤية المكياج والزهور بطريقة جيدة ولافتة للنظر سرعان ما يشير بخطوبة الفتاة إن شاء الله. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لايك وشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.